بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ محاضرة تعريفية عن موضوع هندسة إنتاج النفط 2. بداية نرحب بالطلبة، طلبة المرحلة الرابعة، طلبة أعزاء علينا لهذه المادة. إن شاء الله تعالى راح تكون سهلة بنفس الوقت مهمة، فنحب تكون تواصلكم معنا إن شاء الله عبر النافذة الإلكترونية الجوجل كلاس روم أو تليجرام أو قناة على اليوتيوب، أي نافذة تحبون تتواصلون بها حكون موجود أنا إن شاء الله، حتى عن طريق التليفون أو أي شيء آخر. مادة مهمة مثل ما تعرفون أنتوا أخذتوا بالمرحلة الثالثة هندسة إنتاج نفط 2 1، فبالتالي راح نكمل هاي السنة إن شاء الله مادة هندسة إنتاج نفط 2. راح تكون العمود الفقري لهذه المادة هي دراسة علاقة الأداء الجرياني، يعني راح يكون أكثر عنوان شائع أو متداول لدى هذه المحاضرة هي الـ IPR، الـ Inflow Performance Relationship، يعني علاقة أداء الجريان النفطي داخل المكمن النفطي. فبالتالي راح تكون هنالك عدة عوامل تؤثر على هذا العامل الـ IPR، راح ناخذها بالتفصيل. ما هو الـ IPR؟ راح ناخذه، ما هي طرق حسابه، الطرق الرياضية، راح ناخذ جانب عملي داخل الجزء النظري. فبالتالي راح تكون عندنا مادة مهمة متكاملة، يعني مثل ما تعرفون مادتكم تتكون من امتحان فصل أول اللي هي 10 درجات، امتحان نصف السنة 20 درجة، وامتحان الفصل الثاني 10 صير عندكم 40، والامتحان النهائي حيكون 60، فتكون عندك درجة 100 من 100. هذه المادة عدد الوحدات مالها مهم، فما يستهان بها. نرجو أن تكون عندكم متابعة، خاصة أنتم طلاب مرحلة رابعة، يعني أكيد حيهمكم المعدل والتسلسل، وهذا حقكم المشروع أنه تتنافسون بيناتكم وتحصلون على أعلى المراتب. نتمنى التوفيق للجميع، وأنتم طلاب درسناكم صف أول ونعرف إمكانياتكم، دفعة جيدة وطلاب جيدين، وإن شاء الله كل التوفيق لكم. محاضرة اليوم راح تكون محاضرة تعريفية، فما راح ناخذ بها الموضوع بشكل تفصيلي، لأن ناخذ محتوى المادة عن طريق معرفة السيليبوس لهذه المادة. فراح تكون أولا 1، راح ناخذ types of reservoir and radial flow in the reservoir، يعني اللي همنا قبل ما نفوت بالـ IPR قلنا اللي هو العمود الفقري مال المادة، راح نتعرف على أنواع المكامن النفطية وأنواع أنظمة الجريان داخل هذه المكامن النفطية، راح نجي على نظام كل نظام على حدة، العلاقات والحسابات معه. فبهذا في صدد هذا الموضوع احنا اللي همنا بعد ما نعرف التعاريف والرموز لازم يكون عندنا ربط لما راح ناخذه فيما بعد مع الاي بي ار، شنو راح يأثر على الاي بي ار اذا كان نظام الجريان مضطرب او مستقر او عالي او هادئ وغيرها. السيلبس الثاني والمفردة اللي راح تكون مهمة عندنا بالمادة هي البرودكتيفيتي اندكس. برودكتيفيتي اندكس يقصد بها معامل الإنتاجية، هذه المعامل الإنتاجية هو مدلول مهم على قدرة إنتاج آبار النفط لفترة زمنية معينة، إيش قد راح تكون عندنا إمكانية إنتاج نفط، راح نحسبه أو هو ينطينا قيمة بيانية نتعرف عليها من خلال حساب هذه المعادلة نسميه البرودكتيفيتي اندكس، يرمز لها اختصارا بالـ PI نسبة للبرودكتيفيتي اندكس أو بالجي. فإذا جاك تعبير جي كرمز هو يقصد به البرودكتيفيتي اندكس، وإذا كان البي آي نفس الشيء هو البرودكتيفيتي اندكس. السيلبس الثالث اللي يضمن الانفلو بيرفورمانس ريليشنشيب، أيضا اختصارا الاي بي آر. أحيانا على فكرة طلاب قد تجيكم أسئلة أو تعاريف للرموز، ماذا يعني بالرموز التالية؟ فكل مصطلح إحنا يمر علينا اختصارا نتعامل مع الرموز،
فنعرف الاي بي ار. شنو الاي بي ار؟ هو علاقة الأداء الجريان الداخلي للمكمن النفطي، لأن مثل ما راح تعرفون راح يجينا بالاوت فلو، يعني علاقة جريان النفط في الجزء العلوي أو الخارجي. فمن نتكلم عن الانفلو، إذا راح يكون محصور داخل المكمن النفطي، داخل الخزان النفطي. فبالتالي ايش راح تكون علاقته مع الليثولوجي، مع التتابعية، مع الأمور الحفر اللي حتكون قريبة من عنده، انتقاله من المكمن إلى بداية أسفل البئر البوتوم هول. فبالتالي راح كل هذه العوامل راح يكون مؤشر عليها الانفلو بيرفورمانس ريليشن شيب. من نصعد من البوتوم هول الى الهيد الى الاعلى، يعني عبر التيوبينج انابيب، راح يبدا عندنا يشتغل الاوت فلو. فبالتالي احنا من نقول انفلو راح يكون تركيزنا محصور على اداء جريان النفط الداخلي، اي داخل المكمن النفطي. هذا المصطلح مثل ما قلت لكم كبداية هو العمود الفقري لما راح ناخذه من مفردات أخرى، يعني نمهد للموضوع وندخل عن طريق الانفلو، وبالتالي راح نعرف كل الظروف المحيطة والمؤثرة عليه، مثل السيلبس رقم 4 اللي راح ناخذ تأثير الاستراتيفيكيشن اند ووتر كات على الاي بي ار البرودكتيفيتي اندكس تيست. يعني حتكون فحص هذه المعامل الانتاجيه للاي بي ار تتاثر بهاي العوامل الاستراتيفيكيشن والووتر كات. بعدها بالنمبر 5 النقطه الخامسه راح ناخذ طرق حساب الاي بي ار. طرق حسابها او نظريات، حتى راح نقول نسميها بالنظريات لحساب الاي بي ار، هي تتضمن فوغل ميثودز، طريقه فوغل، ستاندينج ميثود، كوتو ميثود، فيتكوفيتش ميثود، اند السعدو ميثود. طبعا هاي 5 طرق لحساب الاي بي ار. الاي بي ار بس كبدايه حتى تفهمون ليش نحسبه بالطريقه بهذه الطرق الاكثر من 5، لان راح يجي 6 و7 و8، بس احنا اخترينا افضل 5 طرق واكثرها استخداما واكثرها اهميه. الاي بي ار عاده يحسب هو العلاقه بين كمية الإنتاج خلال تغير الضغط. يعني إيش قد راح يكون عندي ضغط، إيش قد راح يتغير كمية الإنتاج، وإيش قد راح أزيد كمية الإنتاج، إيش قد راح يهبط. فالعلاقة هي علاقة إيش عكسية، يعني يقل الضغط يزيد الإنتاج، بس على إيش؟ على مقياس الزمن، على التايم، يعني لمدة زمنية معينة. فبالتالي هو مؤشر لعمليات انخفاض الضغط خلال عمليات الانتاج لفترات زمنية. هذه الفترات الزمنية احنا نقدر هل تكون مقبولة، متوسطة، بعيدة المدى، فهو يراقب اداء المستقبلي لانتاج النفط. فاهم وظيفة راح تكون بعد وظيفة استكشاف النفط وعمليات الحفر هو وظيفة مهندس الانتاج، لان مهندس الانتاج هو الجايد، القائد او المسيطر، مسوي كنترول، وحدة كنترول، انه انت خلاص انتجت، بس انا مو بس انتج واترك عملي، لا، اراقب هذا الانتاج هل ده يستمر بصورة صحيحة متقطعة طويلة. فبالتالي راح يكون عملية هبوط الضغط مؤشر جيد. وإذا كان هبوط الضغط مؤشر جيد، يعني سريع أو عالي، فهنالك مشكلة يجب الانتباه لها. فبالتالي راح يكون عندي طرق لحساب هذا الاي بي ار، مثل ما قلنا اذا سواء كان فوغل او ستاندينج، مرورا بالاخرين الى سعدون ميثود، راح تبدا عندنا عمليات التعقيد في طرق الحساب. كل واحد من هذه الطرق اضاف فد عامل مؤثر وبدا يصحح او يجمل او يحسن من نظرية حساب الاي بي ار. يعني ليس بالضرورة ان يكون العالم اللي بعد الاخر يجي يدحض النظرية السابقة، لا، يضيف عليها. العامل الاساس او الاساسيات بهذا الموضوع هو عملية حساب الضغط بالطريقة، حساب عمليات الاي بي ار بطريقة فرق الضغط مع الانتاج. يعني هاي خلوها ببالكم، الكيو هو معامل الانتاج مع البريشر.
فبالتالي راح نشوفه طريقة راح نحسبها. الطرق الأخرى اللي راح تكون قد تكون ما يسعفنا الوقت، يعني الطرق أكثر، فراح يكون عندنا هذا الجزء هو متمثل فيما يتعلق بالفصل الدراسي الأول، يعني إلى أن نختم آخر طريقة، لأن لكل طريقة راح ناخذ ما هي تفاصيلها، ما هي محاسنها، مساوئها، بالتالي ما هي المعايير التي اتخذت عليها، وما هي مثلا ليش فوغل بدأ وجا ستاندينج بعده، ليش ما مشى فقط فوغل، إذا شنو اللي ضافه، شنو اللي غيره، كلها راح ناخذها. وكل طريقة راح ناخذ طريقة الحساب الرياضي، فراح يتضمن داخل الجزء النظري جزء عملي ناخذ حساب الطريقة بشكل مفصل، حساب طريقة عمليا ونظريا راح ناخذها. فراح تكمل عندنا إلى حد 18 هاي النقاط، احنا راح نكمل فيما يخص الفصل الثاني ان شاء الله من نجي عليها، راح ايضا نشرح السيليبوسات، فراح يكون عندنا الى تقريبا 5 هو ما يخص الفصل الدراسي الاول مع كامل الطرق ان شاء الله تعالى، لان راح يكون هذه السيليبوسات الخاصة كلش مهمة اذا وصلنا الى حد سعدون ميثود. بالنسبة فيما يخص المصادر لهذا المنهج، عندك بالعربي هندسة إنتاج النفط 2 الحازم حسن العطار ورشيد هليل العاني، وعندك مصادر أخرى بالإنجليزي من 1 إلى 9، هذه كلها متوفرة إلكترونيا، تقدر تسحبها بالنت، تقدر تسحبها من زملاء سابقين، موجودة ومتوفرة، حتى عندنا نقدر نزودك بها. الغاية من عدها تزيد المعرفة لمعرفة حساب الـ IPR. فكل هاي الطرق بها أمثلة رياضية، بها أمثلة توضيحية، نرجو يعني الانتباه لها. وبالنسبة فيما يخص المنهج مالنا، راح أبعث لكم إياه على التليجرام أو على الكلاس روم، هاي النافذات على التواصل الاجتماعي، شوف أي نافذة راح تفضلون تستخدموها، راح تكون هذه الطريقة أو المصادر والمحاضرات كلها متوفرة بيها. فراح ناخذ جزء جزء فيما يخص موضوعنا، حيكون الامتحان أو الدرجة تقسم مثل ما قلنا الفاينال افريج 40% والفاينال اكزام 60%. طريقة الامتحان بها اوبن بارت، جزء مفتوح يعني اوبن بوك نخليه، عندك مثل شارتات أو معادلات خاصة تستفاد من عدها بالامتحان، وعندك الجزء الآخر اللي هو الكلوز بارت، الجزء المتعارف والمتعامل معه انه بالامتحان بالكتاب المغلق وهكذا. فيما يخص موعد المحاضرات، راح تكون إن شاء الله تعالى دائما يوم الأحد بهذا التوقيت، أحيانا إذا ما سعفنا الوقت نحضر المحاضرة قبلها بيوم، إذا نفس اليوم يوم الأحد قد تكون خارج هذه الساعات من 8:30 ل 11:30، في أي وقت آخر أنت تقدر ترجع لها، راح تكون محاضرتك موجودة، مع أنه في كل أسبوع إن شاء الله حنطالبكم كنشاط للطالب، ونريد نعرف مدى التواصل والتعامل معنا، أنه نشاط مثلا تقرير أو واجب رياضي أو ما شابه ذلك، حتى يعرف الطالب أنه مطالب بمادة والمادة بها متابعة. وحتكون ال10 درجات مع الفصل الدراسي الأول هي جزء من عدها على الامتحان النظري اللي حيكون في نهاية الفصل الأول، مع جزء من عدها نخليه على المتابعة اللي يضمن نشاطات الطلبة داخل الفصل الدراسي الإلكتروني. فيما يخص إذا إن شاء الله تعالى يعني تحسن الوضع وزالت هذه الجائحة يعني على المستقبل القريب إن شاء الله، نرجع على المحاضرات، القاعات نسميها قاعات الحضور، فراح تكون مثلاً الشرح للعملي بصورة أدق وأكبر من خلال المرتسمات والشروحات، فإحنا نكون معاها. إذا كان عندك إلكتروني وماكو غيره فإن شاء الله ماشي الأمور طبيعي، صار عندنا مجال ننسق معاكم في نحضر على الأقل يوم بالأسبوع، نحضر محاضرات مثل أسئلة عامة، مناقشات، إلى أن نغطي المادة فيما يخص جزئيها النظري والعملي.
فاليوم فقط نكتفي بالجزء العملي، الجزء التعريفي العفو، وإن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم راح تكون بداية المحاضرات. ومثل ما عرفتوا هاي السيلبسات المفردات المنهج مالكم موجودة، فبالتالي تقدرون من خلالها تعرفون ماهية المادة بشكل عام. فالتواصل معنا ضروري راح يكون على جوجل كلاس روم. انتو سوينا لكم دعوة هسه انتو بالصف الدراسي، فإن شاء الله نبقى متواصلين. شكرا جزيلا.